يا مساء الخير، يا مساء السعادة. هناقشكم في حاجة مهمة جدا في حلقتي النهاردة، الأمان في العلاقات. هو الأمان مسؤولية الراجل ولا مسؤولية الست؟ بيتهيالي إن الأمان مسؤوليتهم هما الاتنين مع بعض. لازم يتحملوا بعض، يتحملوا بعض وقت الشدة، وقت الصعب، زي ما بتتقبلها او زي ما بتتقبليه او زي ما بتحبي مميزاته ولحظات الود والحب اللي ما بينكم، لازم كمان تتحملوا بعض وقت الشده. لازم زي ما بتحبوا مميزات بعض تتقبلوا عيوب بعض، تتعلموا لما تغلطوا تسامحوا، تتعلموا تحبوا بعض بكل ما فيكم. يعني هي شروه على بعضيها، مش هنقسمها، مش هناخد المميزات وهنسيب العيوب. حبيتيه بالمميزات حبيه، تقبليه بعيوبه قبل مميزاته وحاولي تصلحيه. حبيتها بمميزاتها برضه تقبل عيوبها وحاول تغير منها. دايما بنسمع سؤال، هو الراجل عايز ايه من الست والست عايزه ايه من الراجل؟ الست عايزه من الراجل حبه طبطبه، شويه احتواء. الست عايزه ودان تسمعها لما تكون متضايقه، عايزه كتف بجد، كتف راجل بجد لما الدنيا تميل عليها تسند عليه، عايزه حضن، حضن يحتويها، يحسسها بالامان، يحسسها بالحنان، يحسسها ان انا ابوكي وانا اخوكي وانا كل رجاله الدنيا موجوده فيا، وقت ما هتحتاجيني هتلاقيني. والراجل عايز ايه من الست؟ الراجل عايز حد يفهم، عايز حد يحسه قبل ما يحبه، عايز حد يحسسه ان هو راجل، ان الراجل راجل، ان احنا لسه عايشين في الزمن اللي كان فيه خير وبركة، اللي كان فيه كلمة الراجل بتتسمع، اللي كان بيبقى كلامه قبل كلام اي حد وكلامه مصدق، ولما يشد ميبقاش فيه عناد وندية، لا نديله وقته ونطاطي علشان المركب تعدي، ولما يهدأ أكيد هيعتذر لنا. مش كل كلمة وكل رد بنفس الرد. الراجل محتاج أم وأخت وصديقة وحبيبة، كوكتيل كله على بعضه في نفس الوقت. مش عايز عناد ولا ندية. وإذا كنا بنتكلم على الأمان في العلاقات، والأمان بيدينا سلام نفسي، وإذا كنا بنقول أمان وسلام، يبقى احنا كده وصلنا لنقطة مهمة جدا تحسسنا بالسلام، وهي قربنا من ربنا سبحانه وتعالى. واللي وصف نفسه عز وجل بالسلام النهاردة في حلقتي، يسعدني ان انا اناقش اسماء الله الحسنى ومعاني اسماء الله الحسنى، ومعايا الدعية الإسلامي اللي مشرفني ومنورني جدا النهاردة في البرنامج، الأستاذ محمد سعد أبو الفتوح. أهلا بحضرتك يا أستاذ محمد، نورتني جدا النهاردة في البرنامج. ده نورك يا فندم. طبعا أنا اللي متشرف اللي أنا موجود معاكم النهاردة إن شاء الله، وإن شاء الله نقدر نفيد الناس بأسئلة ونفيدهم بحاجات كتير موجودة يعني إن شاء الله. إن شاء الله وجودك طبعا وجود حضرتك إضافة للبرنامج ولي أنا شخصيا. ربنا يخليك يا فندم، ربنا يخليك. مبدئيا هنعرف أو عايزين نتعرف من حضرتك على أسماء الله الحسنى. أسماء الله الحسنى، بسم الله الرحمن الرحيم الأول، والصلاة على سيد المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تعريف أسماء الله الحسنى، هو ربنا في القرآن الكريم أو في معنى الأسماء في الأول قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالأسماء الحسنى هي يعني هي بتبقى يعني مصدر استقبال الدعاء، إن الإنسان لما يدعي ربنا قال هو الألف القرآن، إحنا لازم ندعي بأسماء الله الحسنى. تمام. فهي قبلة لكل من يريد أي حاجة، لأن الأسماء لها ظاهر ولها باطن. فالأسماء الظاهرة إحنا بنشوفها زي ما إحنا بنقراها، اللي هو الرحمن الرحيم الملك القدوس
اما البواطن بتاعتها فيها كل حاجه انسان يعني بيحب يدعي بيها في الدنيا تبقى موجوده عنده، ولو دعي بيها تجاب وتبقى فتحه خير عليه وتحقق له كل امانيه. ليه سموها بالحسنى يا استاذ محمد؟ سموها بالحسنى لان هي كلها مجمع صفات مشتمل لكل حاجه، يعني فيها جميع كل الحاجات اللي احنا لسه بنتكلم عليها من شويه اللي هي التعريف باسماء الله الحسنى. فيها مثلا ان انا لو نفسي في امنيه، نفسي في الامان فبدعي باسم الله السلام، نفسي في القوه بدعي باسم الله القوي، نفسي في اي حاجه من اللي انا محتاجها في الدنيا فمتوفره داخل اسماء الله الحسنى. تمام. انا لما يكون عندي طفل بيسالني، يعني احنا ساعات في اسئله فعلا بيسالونا الاطفال وبنتعصر قدامها. تمام. حقيقي. تمام. لما ابني يقول لي ماما يعني ايه اسم الله؟ تمام. وش معنى لفظ الجلاله الله؟ الله هنقول ان باللغه العربيه لو قعدنا نفسر كلمه الله هنلاقيها الالف واللام اداه نفي، واللام الثانيه تاكيد لاداه النفي. الا يعني زي ما تكوني مثلا انت بتوجهي للطفل ابن حضرتك بتقولي له اعمل ده بس الا الحاجه المعينه، فكلمه الا ديت يعني علامه نفي. الله هي معناها هو، فاصبحت الالف واللام الاولى واللام الثانيه اداه نفي واثبات للنفي، كلمه هو هي معنى الله، ثم ذكر الاسماء بعد منها. تمام. فاصبحت نفي ونفي، وهو هو الله. هو مين بقى؟ هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن الى نهايه الاسماء. فهو تعريف ربنا في صفاته، وصفاته موجوده في اسمائه. انما كلمه الله زي ما قلت لحضرتك فبنوجد في اول الكلام بالعربيه المطلقه ان الالف واللام اداه نفي، واللام الثانيه توكيد للنفي الاول اللي هو المطلق، وهو هو اثبات للذات. بعد منها بقى بنخش على الاسماء بتلاقي هو الله الرحمن الرحيم الملك القدوس، فبتبقى هي دي الاسماء وصفات الله في معنى اسمائه وليست في كلمه الله نفسها يعني. تمام ما شاء الله. طيب اكيد كل اسم ربنا وصف به ذاته سبحانه وتعالى فاكيد ليه مغزى ومعنى معين. طبعا. يعني احنا في اللقاء الجميل ده حابين نعرف من حضرتك بعض معاني اسماء الله الحسنى. مثلا هجيب اسم من اسماء الله يعني في معنى كبير قوي للكون، هو اسم البارئ. تمام. لو احنا قرينا اسم البارئ يعني بالمعنى العام هنلاقي البارئ ان هو يعني هنفتكرها ان هو مثلا خلق لنا الحاجات وكده، انما البرء طبعا عشان نعرف اسماء الله كويس لازم ارجع بالتعريف الازلي لله قبل بدايه الكون. فالتعريف الازلي لله ان 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 اساسنا كان موجود في سوره الاعراف في ايات، فمش عايزين ندخل في سياق القران دي حاجه تانية، ان ربنا كان طبعا هو موجود وما كانش كان كل شيء عدم حول الكره الارضيه. فلما ربنا خلق برأ كل شيء، لما نتعمق هنلاقي مثلا ان هو برأ الانفس، برأ المخلوقات، برأ الاشياء اللي هي المحوريه اللي بيدور حوالينها الكون. تمام. فاسم البارئ هو ليس احنا كنا مسجونين، يعني قبل الكون كان في سجن الانسان ان هو لم يخلق ولم يوضح فيه الروح، اللي هي ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملناها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. فربنا قبل ما احنا يحطنا في هيئه انفس كنا ارواح. فده اسمه برئ، ده حاله من البرئ ان هو برأ كل شيء لحد ما وصله بالصوره اللي هي موجوده قدام منه دلوقتي. تمام. او ما هو عليه. تمام. حضرتك عملت كتاب وسميته كشف حقيقه الله. الله. يمكن السؤال اي قارئ هيشوف الغلاف مجرد الغلاف. تمام. ففعلا هيتشد لمحتوى الكتاب لمجرد ان هو عايز يكتشف الحقيقه اللي موجوده في الكتاب. ايوه. فانا عايز اعرف من حضرتك مبدئيا ليه اخترت الاسم ده بالذات، والاهم كمان عايز اعرف ايه الحقيقه اللي وصلت لها وعايز توصلها للقارئ. تمام. هو الاسم نفسه كشف حقيقه الله، لان حقيقه ربنا زي ما احنا قلنا وحضرتك سالت في اول الحلقه ان لازم اوضح معنى كلمه الله، فكلمه الله في اسمائه. فاحنا طبعا ما كلنا متغاضين عن الاسماء، بنفكرها ان هي مجرد اسماء محطوطه ومذكور فيها اسم الله، انما جوه الاسماء دي بواطن. البواطن ان هي دي كشف للمعنى الحقيقي لكلمه الله.
فهو ده المعنى اللي خلاني يعني حطيت العنوان ده للكتاب. ودي الحاجة الوحيدة اللي حبيت مثلا أخلي القارئ عنده شغف، عايز يدخل مثلا، عايز يشوف المحتوى، عايز يعرف يعني إيه كشف حياة الله، ربنا ده مين موجود. يعني هل نقدر نقول إن جوه الكتاب في وصف لكل معنى، المعنى الباطن، المعنى الباطني والحقيقي، والحقيقي ورا كل اسم من أسماء الله الحسنى، ورا كل اسم من أسماء الله الحسنى؟ ما شاء الله ما شاء الله، اتفضل مع حضرتك. فهو ده اللي خلاني يعني اكتب المعنى بالشكل ده، بحيث ان انا عايز اعمل انجذاب، لان احنا بنقرا قران وبنشوف كل حاجه جميله في الكون، فعايزين نعرف الخالق اللي جاب لنا الحاجه الحلوه ده. فيعني احنا بنشوف مثلا زي الاطفال، احنا يعني بشبه ان معظمنا يعني كلنا بنبقى شبه الاطفال، فلما بنشوف حاجه حلوه فبنقول الله، فاحنا عايزين نعرف مين اللي جاب الحاجه الحلوه. ممكن يعني في صوره مثلا تصغيريه نقول مثلا بابا، نقول ماما، نقول حد قريبنا، فلما بيهدينا بهديه حلوه فبنبقى احنا مبسوطين جدا. فاحنا لازم نتعرف على صاحب الهديه او صاحب الهدايا حقيقي. فطبعا هو ده المعنى اللي خلاني يعني افكر ان انا اعمل معنى الكتاب ده او اكتب العنوان بالشكل ده. وديت حاجه يعني تخليني في غايه الانبساط، ان انا لما اقوم طبعا بشد الناس لحاجه، هو ممكن يفتكر ان كشف حياه الله ان في حاجه تانية، بس هي دي المعنى يعني الكويس لكشف حياه الله، او المعنى الحقيقي لتبيان ما هو عليه الله عز وجل. وهي انا شخصيا اتشددت للكتاب، وكنت اتمنى حضرتك تكون جايب نسخه. والله انا كنت جايب بس نسيت وانا جاي الصبح. فان شاء الله باذن الله اللقاء القادم باذن الله يكون مع حضرتك نسخه من الكتاب، لان انا شخصيا عندي شغف اعرف محتوى الكتاب ايه. ان شاء الله بامر الله. يمكن ربنا سبحانه وتعالى بيقول، أو قال ربكم ادعوني أستجب لكم. أستجب لكم. كلنا بقى بنبقى بندعي وعندنا يعني يقين إن ربنا هيعطف علينا وهيحن علينا وهيستجيب لدعوتنا. طبعا. تمام؟ بس أحيانا بتبقى بتتشدد في الدعاء، يعني أنا هدعي وأنا ساجد عشان أكون أقرب لربنا. خشوع. أنا مثلا يعني هتودد لربنا بسيدنا محمد عشان يستجيب لدعواتي. انا هدعي باسماء الله الحسنى. هل الدعاء باسماء الله الحسنى يعني يزود استجابه الدعاء؟ طبعا ما فيش شك ان هو ربنا اللي قال بذات نفسه او بعزته وجلالته، قال ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. فالدعاء باسماء الله، انت بتشتق من المعنى الحقيقي لكل حاجه في الكون. يعني معنى كلمه انا محتاجه قوه، انا تعبانه، فهقول يا رب يا قوي. هعمل لي ورد مثلا من معنى الاسم يا قوي، مثلا على مثلا هنقول 33 زي اعداد التسبيح العاديه اللي هي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر. فلو قلت منها عدد اوراد يومي مثلا، فاكيد بستمد القوه دي من ربنا، لان انا بنادي بالاسم الحقيقي اللي هو خالق كل حاجه. الله. فاستمدادي من الاسم نفسه بيزيدني قوه. السلام، بدعي بالسلام، انا محتاج سلام، انا تعبان نفسيا، انا محتاج سلام، حاسس ان الدنيا مشوشه حوالين مني، فبدعي بالسلام. كل اسم طبعا على القوي المتين، الرزاق الفتاح، انا محتاج رزق هدعي بالرزاق، محتاج ربنا يوهب لي نعم هدعي بالوهاب. فكل اسم يعني ليه مشتقاته وليه المعنى بتاعه. الله عليك. الله. حضرتك بتقول ورد، وان انا يعني اقول 33 مره لاي اسم من اسماء الله الحسنى. تمام. احنا عارفين ان احنا عندنا ورد قران كريم. قرآن. يعني دايما احنا في نقول مثلا النهارده هاخد جزء، النهارده هاخد 20، على حسب امكانياتي على حسب وقتي، صح كده؟ بس بيبقى لينا ورد من القران الكريم. هل فعلا او هل يجوز ان احنا نعمل ورد من اسماء الله الحسنى؟ اكيد طبعا، مفيش شك ان الورد ده طبعا هو مش مفروض على حسب طاقه الانسان في ان هو يقدر يزود مثلا عن 33، انما ده اقل الاشياء يعني ان هو 33. انما الورد نفسه دي حاجه جميله، ان احنا بنقول لازم يعني الانسان لازم يحافظ على حاجه زي دي، لان هو محتاج لكل الحاجات دي. احنا كلنا يعني داخلنا نواقص وداخلنا حاجات يعني بتحسسنا ان احنا فعلا ما احناش اقوياء، وده بيحصل مع اي بني ادم. وخلق الانسان ضعيفا، فاحنا طبيعه خلقنا ان احنا ضعفاء، فلازم استمد قوتي من كل اسم من اسماء الله، لازم ان انا احافظ على الاوراد ديت عشان انا اكون يعني مفعم بالطاقه الحيويه، مفعم بان انا اكون عندي نشاط، مفعم ان انا اكون محتاج لكل. وطبعا احنا كلنا في احتياج لجميع الاسماء، مش حقيقي. اسم واحد بس حقيقي. فطبعا دي حاجه كويسه، ونتمنى من الناس ان هم يعني يداوموا على الحاجه ديت، ودي حاجه كويسه، وان شاء الله هيلاحظوا التغيير والفرق ما بين الـ الاول وما بين ان هو بعد ما يداوم على الذكر هيلاقي فيه نتيجه ان شاء الله في يا رب في الطاقه يا رب ان شاء الله.
يمكن دايما بنقول ايه يا رب اللهم اني اسالك باسمك الاعظم. هل في اسم مقرب لربنا سبحانه وتعالى ندعيه به او نناجيه به؟ وما هو الاسم الاعظم؟ يعني انا حاسه يعني الاسم الاعظم مازال مبهم بالنسبه لينا، فما هو الاسم الاعظم يعني الذي اذا نودي به ربنا سبحانه وتعالى استجاب؟ الاسم الاعظم يعني اغلب ما ورد عن تعريف الاسم الاعظم لله سبحانه وتعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سمع رجلا اعرابيا عند الكعبه فوجده يقول يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام. ولما سمعنا احنا اللفظ ده او معنى الدعاء ده سمعناه من علمائنا الكبار ومن مشايخنا الكبار، وسمعناه من ناس كتير، ان ومجرب يعني احنا جربنا، في ناس جربت الدعاء ده بالذات خصوصا، فوجد ان هو اشد دعاء لاستجابه. فانحصر هو طبعا ربنا ليه اسماء عظمى كتير، ولكن الاسم الاعظم ليس محدد في 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 اسم واحد او في دعاء واحد. فطبعا الله يعني كبير بحجم ان هو لازم يكون له اكتر من اسم الله. انما الاسم اللي احنا نقدر نعرفه وندعي به يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام. وفي مثلا علماء تانيين قالوا يا واحد يا احد، زود على يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا واحد يا احد. فيعني فده الاسم اللي هو يعتبر معتمد، واحنا جربناه وجاب معانا نتيجه هو بنفس الدعاء ده. فده من اكتر الاشياء اللي احنا دعينا بيها وجابت، فده يعني في حد ذاته اسم اعظم ومجيب للدعاء بالنسبه لاي حد يدعي بيه. ولكن طبعا بيشمل الخشوع وبيشمل ان انت تكون متخلي عن الدنيا وانت بتدعي. فممكن ندعي كل واحد يدعي باسم نفس الاسم ولكن لا يستجاب لانه هو مش في حاله خشوع، لان اصلا من تقبل الصلاه اساسا ما احنا كلنا بنصلي، كله بيصلي. طب مين اللي يقبل صلاته؟ اللي بيقبل صلاته لازم اللي يكون هو في خشوع، في سكينه، في ان هو يكون حاضر مع ربنا. فده طبعا اللي بيستجاب للدعاء. وكذلك اللي بيدعي بالاسم الاعظم بنفس الحاله والكيفيه فبيكون طبعا مستجاب من الله عز وجل، وربنا طبعا يتقبل منا جميعا يا رب العالمين. امين يا رب العالمين. امين يا رب. يمكن كل حاجه، او مش يمكن ده الاكيد، ان كل حاجه كانت في السنه النبويه، فكان الرسول عليه الصلاه والسلام قاصد يعلمنا بكل موقف حاجة معينة ودرس معين، صح كده؟ طبعا كل حاجة وكل آية نازلة في القرآن الكريم مقصود منها درس علشان احنا اكيد طبعا يعني نطبقه في حياتنا فيما بعد. اكيد طبعا اكيد. فكون ان اسماء الله الحسنى اللي ذكرت في القرآن الكريم يكون عددها 99 اسم، ايوه اكيد ده ليه مغزى معين. ليه تمام. مش 100؟ ليه مش 200؟ ليه مش اكتر؟ ليه مش اقل؟ تمام. هو 99 ذكر في القرآن في آية واحدة بس في القرآن كله، اللي هي بتقول إن بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. المعنى اللي حصل حوالين تفسير الآية أو اللي اتكلم فيه العلماء حوالين تفسير الآية إن 99 هو رقم فردي هو رقم فردي، تمام. فال 99 ربنا هو واحد ولكن ذو اسماء متعدده، ذو صفات، تمام. هو فربنا جاب ان ال 99 ده يعني زي ما يكون ضرب عليه مثل ان هو حاجات كتير ولكن هو منسوب لشخص واحد، تمام. لان احنا عرفنا بالتعداد ان الاسماء الكتير بتبقى لحاجات متعدده. الانسان فينا بيتسمى باسم واحد، كل حاجه في الدنيا لها اسم واحد كبير خالص، يعني لما يكون لها حاجه يبقى لها اسمين. انما ربنا فضرب مثلا عليه في القران ان مفيش فرق في الخطاب، وقال اكفلنيها وعزني في الخطاب، يعني بعد النبي بيقول لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه، يعني مفيش مقارنه ما بين تعداد الاسامي لفرد واحد بالرقم الفردي، ومفيش مقارنه ما بين بني ادم ان هو حتى لو اتصف بصفه او صفتين. فربنا جعله يعني مثل للتذكره وجعله مثل للعظه، ولكن الرقم نفسه هو تبيان لما عليه الله من عظمه وجلاله، ويتكون فيه رقم فردي ان هو في الاخر منسوب لله عز وجل فقط. ونعم بالله العلي العظيم. يمكن فعلا وقت الحلقه بيمر سريعا، ولكن كحاجه اخيره برضو حابه اعرفها من حضرتك، هل يوجد في الكون
ما هو مرتبط بأسماء الله الحسنى؟ طبعا كل حاجة في الكون مرتبطة بأسماء الله الحسنى، وخلق كل شيء في الكون مرتبط باسم الله وبأسماء الله. فإذا كان يعني هنقول اسم مثلا الوكيل، اسم الوكيل اللي ربنا قاله في أسمائه ده، الوكيل يعني هو الإنسان موكل ومتوكل. فقبل ما يكون إن 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 هو إحنا جعلنا التوكيلات، إحنا خلقنا، إحنا اشتقنا من أسماء الله، كل حاجة في الدنيا موجودة. طيب. إن إحنا بنوكل المحاميين غير المحاميين، كل ده مشتق من كلمة الوكيل. حقيقة. السميع، كل حاجة إحنا بنسمعها يعني بمجرد إن إحنا عرفنا إن ربنا اسمه السميع. فكل حاجة في الكون هي مشتقة من داخل أسماء الله. فهو برضو جعل بالنسبة لل 99 اسم، إن ربنا جعل من جميع كل اسم، مش عايزين نقول لو جبنا نكتب كتب على مدار عمرنا كله مش هنقدر نوفي ان كل شيء مشتق من اسماء، ومش هتلاقي اي حاجه ابدا خارجه عن هذه الاسماء. حقيقي. اي حاجه في الكون هتلاقيها مشتقه من داخل اسماء الله الحسنى. فاحنا محتاجين نتعرف على اسماء الله الحسنى اكتر، محتاجين نتعرف على الله اكتر، احنا محتاجين حضرتك في لقاءات اكتر عشان نعرف اكتر واكتر. تحت امر حضرتك، شرفني. يمكن جدا يمكن الوقت عدى بسرعه جدا طبعا. يمكن وانا بحضر السكريبت كنت بقول لحضرتك ان احنا محتاجين اسئله تانية، ولكن يعني للحديث بقية أكيد، وأكيد هتشرف بوجودك تاني معايا إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. زي ما إحنا مسميين برنامجنا برنامج شبابنا مستقبلنا، ودايما بنقول إحنا بنقف وبندعم وبنحفز كل شاب وكل فتاة ناجحة في مكانها. كل حد بيقف من مكانه بيقول أنا موجود وبثبت نفسي. يمكن أنا النهاردة حابة أعرض فيديو صغير في البرنامج لفتاة جميلة جدا، بنوتة صغيرة في السن، ولكن قدرت ان هي تعمل براند باسمها، وقدرت ان هي يكون ليها اسم في مجالها، وبدأت بأهل قريتها اللي هي بتحبهم جدا، ودايما بتحاول تعمل المستحيل علشان ترضيهم، لان هي فعلا بتحبهم، وهم وقفوا معاها لحد ما بقت سمر ملكة العبايات، صاحبة براند ملكة العبايات. طبعا سمر موجودة في شبين القناطر وفي كفر الشرفة. حقيقة سمر انت نموذج جميل جدا لكل بنت حابة تثبت نفسها وتقول انا موجودة. انا كلامي مش هحكم عليه اكيد، او مش هقدر ان انا اعرفكم الصورة كاملة الا لما تشوفوا الفيديو ده معنا. في نهاية حلقتنا بشكر حضرتك جدا يا أستاذ محمد، وطبعا توعدنا أن أنت تكون موجود معنا هنا تاني في لقاءات تانية إن شاء الله. نورتني جدا في البرنامج. شرفني طبعا نكون موجود مع حضرتك، وتشرفت باللقاء ده جدا، وإن شاء الله نكررها إن شاء الله. شرف ليا وتنورني طبعا، نور برنامج شباب المستقبل. حد هنا وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة، ولكن عندنا حلقات جديدة وعندنا مبدعين كتير قوي، ومصر مليانة شباب زي الورد. السلام عليكم.